إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اهلا وسهلا بكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الجنسيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على قناه صحه وتخسيس. لو عجبنا المحتوى يا جماعه من الفيديوهات نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. طبعا انتوا عارفين ان احنا اتكلمنا في فيديوهات سابقه عن العاده السريه عند الرجال والنساء، اتكلمنا على اساليب ممارستها والدافع وراء ممارستها. يا ترى الرعشه الجنسيه عند الرجل والمراه هي ايه بالظبط؟ علاقه العاده السريه بالضعف الجنسي وقله الحيوانات المنويه، الخرافات بتاعت العادة السرية وهل فعلا بتسبب العمى والعقم. اتكلمنا على هوس فقدان العذرية للفتيات بسبب ممارستها للعادة السرية، وايه مخاطر ممارسة العادة السرية اثناء الدورة الشهرية او اثناء الحيض. وعرفنا كمان اعراض ادمان العادة السرية، ازاي اعرف اذا كان ابني او بنتي او انا شخصيا مدمن للعادة السرية ولا لا، وازاي اعالج الكلام ده كله في فيديوهات سابقة يا جماعة موجودة على القناة علشان لو حد عاوز يشوفها ويستفاد بيها. كلمتكم في نهاية اخر فيديو عن العادة السرية ان انا الفيديو اللي جاي هكلمكم عن علاقة خشونة الركبة بالعادة السرية، وهل هي السبب ان بيحصل طقطقة او فرقعة في الركبة، وامتى هيعود الجسم لطبيعته بعد ترك العادة السرية. ان شاء الله ده هنجاوبه في الفيديو بتاع النهاردة. يعني انا ما كنتش ناوي اعمل الفيديو ده، ولكن وردني سؤال بيقول لي دكتور وايه العلاقة ما بين العادة السرية وطقطقة او فرقعة الركبة. بصوا يا جماعة، بالنسبة للناس المتابعين معايا في قناة الصحة والتخسيس طبعا لازم تفكيركم يتغير. لازم الاشاعات اللي بيبصها الناس العامه اللي هم يعني صور ما يفهموش في الطب ولا في الدراسات اللي بتتعمل والابحاث اللي بتتعمل، يا ريت يا جماعه تطلع من دماغنا، والناس اللي متابعاني تفكر بطريقه علميه طبيه بحته. العاده السريه يا جماعه ملهاش تاثير مباشر على الركبه، ومفيش علاقة مثبتة طبيا بشكل مباشر بين مشاكل الركبة وممارسة العادة السرية. يبقى كده بشكل مباشر مفيش علاقة تربطني بين ممارسة العادة السرية والمشاكل اللي بتحصل في الركبة. طيب طقطقة او فرقعة الركبة مش بالدليل يا جماعة، ومش بالضرورة ان هي دليل على مرض، لان في مشاكل مفصلية او عظمية في المنطقة، لان منطقه الركبه يعني عموما، لان من الطبيعي يا جماعه حدوث ان يحصل تغير في السائل المفصلي. او بصوا يا جماعه السائل المفصلي فيه زي فقاعات جوه، تمام، فقاعات غازيه موجوده فيه. لو الفقاعات دي انتقلت من مكان لاخر بشكل سريع يتولد لي هذا الصوت. تاني، المفصل بتاع الركبه يا جماعه كون ان فيه طقطقه او فرقعه ما مش بالضرورة ان ده دليل على وجود مرض، لان ممكن يكون في مشاكل مفصلية او عظمية في المنطقة بتاعة الركبة، لان السائل اللي موجود في الركبة يا جماعة فيه فقاقيع صغيرة، فقاعات غازية صغيرة، لو انتقلت بسرعة من مكان للتاني ممكن يعمل لي الصوت بتاع الطرقعة او الفرقعة بتاعة الركبة. طيب دكتور بعد اذنك، هو انا راجل متجوز، وده كان جالي في صوره سؤال يا جماعه، انا اول ما بمارس العلاقه الجنسيه بصحى عظمي كله مكسر، تمام يا جماعه الكلام ده حقيقي، بس العلاقه اللي موجوده غير مباشره بين خشونه الركبه والعاده السريه. خلي بالنا ممارسه العاده السريه، يا ريت بصوا تركزوا معايا، ممارسه العاده السريه حاجه، وإدمان ممارسة العادة السرية حاجة، وياريت ترجعوا تشوفوا باقي الفيديوهات اللي عملتها على العادة السرية من أولها لآخرها علشان تبقوا فاهمين معايا الفيديو ده. إدمان العادة السرية بيؤدي لضرر على الجهازين العصبي والتناسلي.
نتيجة إنك أنت بتتعرض لإرهاق شديد، فممكن يؤدي لك إلى احتقان في البروستاتا، وممكن يعمل لك آلام في الظهر والحوض والعضلات، وممكن يوصلك لدرجة خشونة في الركبة. نخلي بالنا إن الركبة مفصل كبير وقوي، أي مشكلة فيه هتسبب زيادة التوتر والضغط على الرجلين. تمام يا جماعة؟ يبقى ده الموضوع اللي أنا عايزكم العلاقة الغير مباشرة. طيب، إمتى يا دكتور يكون طقطقة الركبة أو فرقعتها عبارة عن مرض؟ لما الأمر يتكرر معاك بشكل مستمر، وكل ما تيجي تحرك ركبتك يحصل الفرقعة والصوت ده. تمام يا جماعة؟ يا ريت نخلي بالنا من الموضوع، إمتى أعتبر إن الفرقعة بتاعت أو الطقطقة بتاعت الركبة أعتبرها مرض؟ لما الأمر ده يحصل بشكل متكرر وفي كل حركة للركبة. طيب دكتور، بعد إذنك، أنت قلت لنا إن في علاقة غير مباشرة ما بين الطقطقة أو الفرقعة بتاعت الركبة وممارسة العادة السرية، يا ترى إيه هي؟ بصوا يا جماعة، لما بتيجي نمارس العادة السرية أو حتى في العلاقة الجنسية، يعني سواء دي أو دي، العضلات بتاعة الجسم أغلبها بتكون في حالة انقباض، منقبضة، خاصة العضلات اللي هي بتاعة الحوض من تحت والأطراف السفلية بتاعة رجلينا اللي هو الساق والفخذ. تمام يا جماعة؟ فده بيؤدي إلى حدوث تقلص شديد وشد عضلي. تمام؟ ده بيأثر لي على الركبة، لأن الركبة يا جماعة بمثابة ملتقى البداية والنهاية بتاعة العضلة، فبالتالي بيؤدي إلى حدوث آلام شديدة في المنطقة على الغلاف أو حول الغلاف، ويؤثر أيضا على الغشاء اللي بيغطي العظام واللي بيضم العديد من الأعصاب. وخلي بالنا إن شعور بألم الركبة بيزيد عند الأشخاص طبعا اللي بيعانوا من السمنة. طيب، ده يا جماعة العلاقة الغير مباشرة ما بين ممارسة العادة السرية أو ممارسة العلاقة الجنسية ما بينك وما بين زوجك، أو ما بينك وما بين زوجتك. ليه بتصحى تلاقي الراجل العظام بتاعته يحس إن ظهره فيه آلام في العظام أو جسمه كله مكسر؟ بسبب العلاقة الغير مباشرة من ممارسة العادة السرية أو ممارسة العلاقة الجنسية الشد العضلي اللي بيحصل في جميع العضلات بتاعة الجسم نتيجة انقباض العضلات. طيب دكتور، ايه النصائح لصحة مفصل الركبة؟ انا مفصل الركبة ده انا تعبني، عايز نصائح تخليني تخلي المفاصل بتاعة الركبة صحية اكتر. اول حاجة يا جماعة، القيام بتمارين الاحماء قبل ما اعمل التمارين الرياضية. الناس اللي بتعمل تمارين رياضية علشان أجهز المفاصل والأربطة والعضلات للقيام بالحركات بشكل صحيح. أغلبنا يا جماعة لما بنروح نعمل تمارين رياضية بنبدأ على طول يقول لك أنا هبدأ 3 عدات هنا و10 عدات هنا و20 عدة هنا، ويقعد يعد عداته غلط. طب ما عندنا يا جماعة المفاصل والأربطة والعضلات ما اتجهزتش أساسا علشان تقوم بالحركات اللي أنت بتعملها بشكل صحيح، وبالتالي هتتعب وترهق على الفاضي، وبالتالي مفصل الركبة ممكن يحصل فيه خشونة. بعد كده يا جماعة نمارس تمارين رياضية علشان أقوي العضلات بتاعة الأطراف السفلية اللي هي من ضمنها الساق والفخذ. لازم يا جماعة لما أنا أمارس تمارين رياضية يبقى كل شوية أزود الشدة ومدة التمارين الرياضية بشكل بطيء وتدريجي، لكن ما أثبتش على التمرين على طول. لو سبت على التمرين على طول مفيش تقدم هحرزه على مستوى العضلات اللي أنا بدربها. بعد كده الناس اللي بتلبس جزم يا اما واسعه يا اما ضيقه خالص، ما ينفعش يا جماعه. انا اثناء التمارين الرياضيه او علشان احافظ على صحه الركبه يا جماعه لازم ارتدي الاحذيه او البس الحذاء بتاع رجلي يكون مناسب لشكل القدمين بشكل جيد، مش مجرد ان انا البس حاجه واسعه معرفش العب بيها التمارين بتاعتي، او مجرد البس حاجه ضيقه مكلبشه في رجلي ما تخلينيش اعرف امشي كويس. ده بيأثر على صحه المفصل بتاع الركبه. بعد كده احافظ على الوزن الصحي يا جماعه لتخفيف التوتر والحمل على الركبتين. فبكده يا جماعه نفهم من الكلام ده كله ان العاده السريه ملهاش اي تاثير على شكل الجسم او الركبه او اي مكان بالجسم. تمام يا جماعه؟ في واحد بعت لي على العاده السريه سؤال بيقول لي يا دكتور الصابونه بتاعت الركبه بتاعتي بارزه بشكل مخيف،
وانا بمارس العادة السرية لدرجة تصل الى 3-4 مرات في اليوم الواحد، فهل ده اثر على الوضع الطبيعي بتاع الصابونة بتاعة الركبة؟ بصوا يا جماعة، الصابونة في الوضع الطبيعي لازم تبقى بارزة شوية قليلا بعض الشيء، وبيختلف طبعا ده من شخص للتاني. يعني انت ما تقعدش تبص على الصابونة بتاعتك بتاعة الركبة وتبص على واحد تاني تلاقيه لا اصل هو اقل بروز وانا اكتر بروز فانا هتضرب في دماغي، لا عشان انا بمارس العادة السرية او اي سبب من اخر. الشكل الصابونه بتاعت الركبه يا جماعه بتختلف من انسان للتاني. في الاشخاص الناس اللي عندهم نحافه بتكون البروز بتاعها اكتر بسبب النحافه، الناس التخان ممكن تكاد تكون لا تظهر طبعا لان هو تخين فهو متغطي باللحم عنده اكتر. تاني حاجه الناس النحيفه بتلاقي في انخفاض على جانبي الصابونه، يعني الصابونه في النص طالعه ومن الجنبين نازله شويه، في انخفاض على جانبي الصابونه. طيب فبالتالي بقول للراجل ده ملهاش اي علاقه، لان العاده السريه زي ما قلت من شويه ملهاش تاثير يا جماعه على شكل الجسم او الركبه او اي مكان في الجسم خالص. يعني بلاش الخرافات اللي بيقول لك ايه بيمارس العاده السريه 10 مرات في اليوم فالظهر اتقوس. ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني ما فيش طب ولا علم ولا ابحاث ولا دراسات تقول الكلام ده كله. تمام يا جماعه، العاده السريه ملهاش اي تاثير على شكل الجسم او الركبه او اي مكان في الجسم حتى لو انت مدمن للعاده السريه. طيب سؤال تاني كان جالي بيقول لي العاده السريه هل تسبب تمزق في الرباط الصليبي؟ لا يا جماعه، مفيش حاجه تدل على الكلام ده. العاده السريه لا تسبب تمزق في الرباط الصليبي، لكن نخلي بالنا يا جماعه ادمان العاده السريه بيحرم الجسم من مواد ضرورية لبناء المفاصل. نخلي بالنا من النقطة دي، إدمان العادة السرية. ما بقولش زي ما قلت من شوية في فرق ما بين ممارسة العادة السرية وما بين إدمان العادة السرية. آخر سؤال هجاوبه في الفيديو ده يا جماعة، إمتى الجسم يا دكتور يرجع لطبيعته بعد ما يسيب العادة السرية؟ بصوا يا جماعة، في المعظم الجسم محتاج 90 يوم علشان يرجع لطبيعته تاني. لو الإنسان اللي كان مدمن للعادة السرية قدر يتجاوز 90 يوم يعني 3 شهور بدون ما يقع في ممارسة العادة السرية يبقى كده تعافى بشكل كامل، ولكن خلال الثلاث شهور دول هيظهر عليه تأثيرات سلبية اللي هي الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الأعراض الانسحابية نتيجة ان هو ساب العادة السرية. تمام يا جماعة، زي مثلا زي ما قلت لكم من شوية في تفكير ملح ان هو يمارس العادة السرية، بالنسبة للرجالة تلاقي فيه انتصاب متكرر عنده كل يوم، لكن بمجرد التعافي هيستطيع الإنسان استرداد حياته بشكل طبيعي. وبكده يا جماعة أكون خلصت الحلقة بتاعت النهاردة، وهي على الإجابة إيه علاقة طقطقة أو فرقعة الركبة بممارسة العادة السرية، وإمتى الجسم بيعود لطبيعته بعد ترك العادة السرية. أنا كنت عملت فيديو قبل كده يا جماعة على الحشيش ومدى تأثير الحشيش على الإصابة بفيروس كورونا، وفوجئت ببعض الأسئلة اللي جايالي على الحشيش. طبعا احنا عملنا الفيديو ده يا جماعة موجود على القناة، اللي عايز يرجع يشوفه يرجع، موجود هو على القناة بتاعتنا. اتكلمنا عن الحشيش وزراعته وايه المواد الفعاله والاستخدامات الطبيه بتاعت الحشيش وايه اضراره، ولكن يا جماعه وصلني سؤال، هو ازاي انا اعرف ان ابني او بنتي بتتعاطى الحشيش، او هل انا ازاي اعرف نفسي ان انا مدمن للحشيش؟ ان شاء الله ده هيبقى الفيديو القادم. يا ريت يا جماعه ما ننساش لو عجبنا الفيديو ده او لو لينا اي كومنتات عليه يا ريت تكتبوها لي تحت الكومنتات، ولو عجبنا الفيديو يا جماعه نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش تشيروا الفيديو لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه الصحه والتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.